عايزين نقبب البضاعة يا أختي، اليومين دول السوق شرقان وعطشان على الآخر. أنتِ إيه رأيك يا وردة؟ أنا شايفة إن إحنا نبطل شغل القطاعي ده خالص. طب وإحنا نعرف تجار منين؟ أيوة يا أخي، في هنا كام تاجر كده. السنة وزينهم أبو النواس، دول كلهم رجالة العقاد، هيشموا خبر من هنا وهيروحوا يقولوا. وأنتِ فاهمة إن العقاد مش هيعرف؟ أمال إيه الكلام اللي بيقوله واد مرسي ده؟ مش عارف، بس العقاد ده دماغه كبيرة أوي يا أختي، ما تعرفيش رايحة على فين بالظبط. إحنا برضو نحرص. من بكرة البضاعة دي كلها تتوزع بره كوم السما. نوزعها بره كوم السما، بس هنوزع على مين يا وردة؟ نسأل الواد مرسي، أكيد يعرف ناس كتير. هو اللي يعرفهم مرسي يا فالحة، مش هيعرفهم الحاج يعني. إيه فالحة دي؟ ما تخليك مقدم معايا في الكلام يا ولا. صحيح يا سالم، مش تختار الفزق. صحيح وردة أختي الصغيرة، بس هي اللي بتدور دولاب الشغل من غير ما حد ياخد باله، ولا ايه؟ معلش حقك عليا يا اختي، انا ما اقصدش. وانا والله ما اقصد يا سالم، انا بس عايزاك تكون مقدم معايا في الكلام عشان بعدين تغلط فيها قدام بيومي انزل من نظر. احنا خلاص من بكره ان شاء الله نتعامل مع تجار تراب الغفير والجياره. المهم هنبتدي البيع من امتى؟ من بكره الصبح ان شاء الله. وانت بقى ذبحت العجل ده ليه؟ كان عليا ندر وكنت نسياه. ندر؟ بتاع ايه الندر ده؟ اصل يا عيوني كنت نادرة يوم ما اتجوزك اذبح لك عجل. يا محمدي انا مش مصدق وداني، بقى للدرجه دي كنت عايزه تتجوزيني يا وردتي؟ ده انا على كده بقى لازم اذبح 60 عجل. كمالك انت، ما تخلي بالك هتبوظ لي شعري.